تشرق الشمس على هذه البيوت محاولة خلق يوم جديد لساكنها، ولكن ما يدور خلف جدرانها من حكايا صمود وتعب لا يمكن لضوء الشمس إظهاره، فقد احتجب معهم. قرية هرانديان تقع في عزلة الحوطة بمديرية توبن التابعة لمحافظة لحج. يبلغ عدد سكانها حسب تعداد 2004 2220، منهم 1079 امرأة. يوجد هنا على هذه الأرض عالم منسي منذ آخر تعداد له، لابد أنه تضاعف خلال هذه السنوات وازداد فيها عدد الأطفال والحكايا. هنا في قرية هرانديان نساء لسن مجرد أرقام يظهرن في التعداد، تم حجبهن عن الكاميرا كعادات مجتمعية تحاول أن تخفي قصص كفاحهن ومشاركتهن للرجل وربما تفوقها عليه. من بين قصص كل النساء تظل المرأة اليمنية قصة متفردة في البطولة التي حافظت للمجتمع اليمني تماسكه في أيام فر فيها بعض الرجال من مسؤولياتهم. هذه المرأة التي لم تتوانى عن تربية أبنائها التسعة لوحدها رغم كل الظروف المؤلمة، ليس أولها ضيق الحال ولا آخرها فقدها لبعضهم. إنها الخالة أم سعد. أنا أم سعد من قرية الرانديان محافظة لحج. كنت معي مواشي، قبل مواشي عيشتنا كانت صعبة، صعبة ماشي يعني مش معانا أي حاجة، مش معي. كنت أشتغل في الطين وأشتغل وعلمت عيالي، بعد ما علمتهم بعدين مش قدرت، العويلة خرجوا من المدرسة مش قدرت أواصلهم، وبناتي كانوا هالخيرين دوني لهم بدلة. أكو درسوا ثنتين والبقى والعويلة خرجوا من صف سابع، مش واحد العويلة سابع وواحد خرج من سادس. ولظرف الخالة أم سعد الصحي لم نرد أن نجعلها تتحدث عن قصة الألم المكلومة بفقدان ولديها أحدهما منتحراً نظراً لظروف الأسرة السيئة، والآخر بسبب إصابته بالفشل الكلوي. هكذا قدر الأمهات منذ أول ركلة لجنينها، ومصيره مرتبط بها، تسعى لتقديم روحها في سبيل إسعاده. في حين تخلى الأب عن تسعة أبناء صمدت هذه الأم القوية. وكعادة المرأة اليمنية العظيمة لم تقبل الخالة أم سعد هذا الواقع المؤلم الذي فرض عليها. هل تستسلم ولديها تسعة أبناء أم تقاوم وتشق طريقها؟ اشتغل في الطيان صرح الصبح وروح أذن الظهر 200 ريال يعطونا أنا وعيالي، عيالي معي اشتغلوا ونتواصل. أبوهم يعني مش وياتها مش ستو. تمر السنوات وتكبر الخالة أم سعد وتقل فرص العمل التي كانت تقوم بها، وتشعر أنها لابد أن تستمر في العطاء والسعي، فكيف ستساعد أبناءها في تحمل أعباء الحياة خاصة في ظروف الحرب وتوقف الكثير من الفرص؟ بشجاعة هذه المرأة وقوتها وقوة شخصيتها استطاعت أن تتغلب على معظم المشاكل التي واجهتها عدد كثير من المشاكل. توفي أحد أبنائها بمرض الفشل الكلوي بعد معاناة مريرة من المرض، ثم بعد ذلك
جاء الابن الثاني ومات منتحرا بسبب ظروف ما استطاع الولد أن يواجهها، إلا أن هذه المرأة صبرت واحتسبت ولم تتوقف الحياة عندها، بل أنها زادت في يعني حماسها وفي جهادها وفي حتى أنها استمرت وربت باقي أطفالها. لا أعمال سهلة يمكن للخالة أم سعد القيام بها، ولا صحتها تمكنها من القيام بالمهام السابقة. أحتاج يعني حاكم يعني اشتي عيش منها، وعندي عيالي اللي بني بيته صلح بيتي يعني مواشي حاجة يعني بعيش منها. كانت فكرة رعي الأغنام فكرة الخالة أم سعد، فهي خبيرة في رعيها والاعتناء بها، وتود أن تمتلك أغنامها الخاصة لتتمكن من إيجاد مصدر رزق ثابت وخاص بها. السلام عليكم خالة أم سعد. عليكم السلام. أتمنى أولاً أن تكوني في أتم الصحة والعافية، وإحنا فخورين جداً فيك، ويشرفنا ويسعدنا أن نعمل لك مشروع وتكوني صاحبة مال، ولو كان مال بسيط إن شاء الله. وأتمنى أن يكون هذا المشروع فاتحة خير عليك وعلى أسرتك إن شاء الله. ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك إن شاء الله. الله يسعدكم ربي. فرحت والله العظيم أن ليلة القدر افتتحت لك، بس بعيش وبسعد أولادي بس، أما أنا مش طلب أي شيء ولا طلب شيء، طلب العافية من الله بس والستر بس بالعيالي بشوف. ربما تمنحها هذه الخطوة بابا جديدا لحياة آمنة، فحلم بسيط كهذا قادر على تحويل حياة هذه الأسرة. بعد بناء حظيرة صغيرة، كان علينا اختيار الأغنام الصالحة للمشروع والاعتماد على طبيب بيطري لاختيار أغنام بصحة جيدة من أجل مشروع تنموي قابل للاستمرار تتمكن من خلاله الخالة أم سعد من إعالة نفسها وأسرتها وفتح باب دائم للرزق. رغم خذلان الحياة للخالة أم سعد أكثر من مرة، ورغم الوجع الذي ذاقته مرات ومرات، ورغم كبر أبنائها، إلا أنها لا زالت تشعر بمسؤولية تجاههم، وما زالت قادرة على المحاولة والتشبث بأي فرصة عمل تمكنها من الاستمرار والشعور بالإنجاز. هنا ستبدأ الخالة أم سعد مشوارها الجديد، وسيساعدها الأبناء لتحمل مشقة الاعتناء بهذه الأغنام.
ستذهب الليلة الخالة أم سعد إلى منزلها بقلب مختلف وراحة لأول مرة ستذوقها، فهي أصبحت صاحبة عملها، لن تعمل عند أحد، وعليها أن تغلق باب الماضي ومتاعبه لتنتظر يوماً جديداً مشرقاً بالأمل والعمل.